اليوم ان شاء الله غنديروا الكرعين بالحمص. المقادير اللي عندنا: عندنا الكرعين، عندنا الحمص، عندي بصلة صغيرة مشلضة رقيقة، عندي واحد الراس صغير ديال التومة، عندي معلقة صغيرة السمن، كاس صغير ديال الزيت، الملحة، الحميرة، الكركيمة، الكمون، سكينجبير، عود تاع القرفة والبزار. هاد التوابل كلها اللي عندي دايره فيها معلقة صغيرة عامرة. وعندنا واحد زليفة ديال الزبيب. دابا غندير التوابل كلها هنايا في الكوكوط. الملح، الملح كندير القياس ديالي وكل واحد كيدير القياس ديالو، الزيت، نخلطهم مزيان. غادي نضيف الكرعين، نخلط مزيان باش كلشي الكرعين يوصلهم للقناة. ديما الكرعين الجهة ديال العظم هي اللي تكون في القاع ديال التحت. نديرو نزيد البصلة، البصلة اللي بغا يديرها، كاين اللي كيديرها وكاين اللي ما كيديرهاش، انا كنديرها. نضيف الثومة، نضيف الماء اللي غادي يطيب فيه، ما كيتقلوش، نضيف الماء اللي غادي يطيب فيه الكرعين. نغطيهم بالماء حتى يفضوا الطياب. وندير واحد معلقة صغيرة، نصها ماشي كاع معلقة كاملة، ديال السمن، تا هو اختياري، اللي بغا يديرو يديرو، ما بغا يديروش ما يديروش. صافي، ونردها فوق العافية. دابا صافي ونردوها ونخلوها طيب. هي غاتر في الطياب، خصها شي ساعة ونص هكاك ديال الطياب في الكوكوط. الحمص انا هو غنديرو في الكوكوط صغيرة بوحدو، حيت كي الا درتو مع الكرعين من البداية كيهبط لتحت وكيطحرق. نسلقو غير بالماء، ما نديرش الملحة، لان الملحة ما تخليش يطيب دغيا.
ندير شويه صافي، وهذا نشعل عليه حتى هو ونخليه يطيب. هنا طيبت الحمص، انا سلقتو طاطاب وصفيتو، درت ليه جوج مغارف كبار ديال لاصوص من الكرعين، ودرت ليه هذيك الزليفه ديال الزبيب، وها هو واجد. الكرعين ديالنا ها هما موجودين دابا، غادي نسربوهم. الكرعين ديالنا هما واجدين وبالصحة والراحة.